خليه يجي، خلي اللي يدور الابتسامة برا خليه يجي يدري عندنا ابتسامة. ناخذ الاسم ثاني كذا. عمر رهيب الخريف. واضح عمر هنا بالصورة واضح؟ عمر ال خريف. ارحب عليك يا قربك مستصفى الفريح. مستصفى الفريح يا قربك؟ ارحب عليه والله من الولادة هناك. طبعا الفريح من أي حي قلنا؟ حي النهضة. ارحب صفق الفريح. استاهل. طبعا شباب جايين لله تاركين كل شيء، شباب يدورون النهضة الحين ويدورون في النهضة وينصبون في النهضة ويجرون كناديز ويسوون بز وطن النهضة، لكن في ناس يا اخوان جايين يدسون على الشيطان، جايين يا اخوان خالفوا هواهم وجو هنا لمرضات الرحمن. فنحن اللي بعده بدر الناس معي معي. ليش تعيي يا اخي؟ قرب ليه؟ عبد المعي واضح معي. يا سلام ليش تعيي جد؟ من وين معين؟ سادة. ارحب يقول السادة والله حبايبنا والفايزية هم فيهم. نعم طبعا السادة يا اخوان، طبعا انا من الذين ترعرعوا في السادة يا اخوان، انا ولادتي في السادة، فالسادة لهم عندي ذوق يا اخوان. من اول مرة جينا في المنطقة؟ ارفع الماي. اول مرة جينا؟ من اللي بلغ عن المنطقة؟ زحلقة. ها؟ زحلقة. شكلك من الخرطوم، بس ما في مشكلة يا اخوان. سامع قلبي. سامع تفضل ابوي. اسماعيل حسن عبد الله من السادة. اكشن حبيبي اكشن. اربع المايك. الاسم اسماعيل عبد الخير حسن ابكر. صفقة يا شيخ. ويلي عليكم. طبعا اللي بيعطينا البنك سوداني شكله اليوم للمشاركه، لكن اللهم مشكله. طيب من اول مره جاي المنطقه؟ ارفع المايك. اي اول مره. من اللي ادلك على المدرسه الحق يا ابو؟ يا الله الحق الاسود يا الله. الله يوفقنا وياك، اسال الله ان يجمعنا وياك في بلال بن رباح. طيب بلال بن رباح شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. قال البارحه يا بلال سمعت خشخشتنا عليك في الجنه، ان شاء الله بلال في الجنه. شد حيلك. ناخذ المشاركه الاولى لمده دقيقتين. اعطي ال اوه طيب بدينا ابو بالاسم، نبدا معك بالمشاركه. بس معلش شباب ما نبغى مشاركة قرآن، لأن القرآن ما احنا ما نسوي فيه منافسات. نعم. ها؟ ممكن تضرب لك اثنين ثلاثة من الجمهور ما عندك إشكال. دور لنا أي مشاركة، أي مشاركة من عندك. تبغى تجيب قصيدة، تبغى تجيب موقف طريف حصل لك مع مدرس الحلقة يوم يطفى الكهرباء، تبغى تسوي لك حصل مرة مضاربة. تقول لا والله بعطيكم انا صوت ما عندك اشكال، عندك النشيد حلو. يلا نبدا. واحد اثنين اكشن ثلاثه تفضل ابدا. ارفع المايك. يلا كتبنا بالدم الغالي بيانا، نخبر من نحب بما تهانا، ونقول صورة عنا إليكم، ترون بها الحرائق والدخانا، ترون مدامع الأطفال دما، يجمدها الجليد على لحانا، ترون نساءنا متنافعات بحسرتهن ينشدن الحنانا، ترون بيوتنا صارت قبورا، وتحت ركامها دفى نور آنا، ترون شيوخنا عجزات خطاهم، فما هربوا ولا وجدوا الأمانا. تسلم يا شيخ صفقة 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 صفقة. نطلع من مصحح المعي للمعزز. طيب المعي على طول هتقطع. يلا داهمنا. لا لا ما في عندك شيء، ما بدوم اكبر واحد يضربك هنا، ليش تقول؟ يلا يلا حبيبي يلا.
ما تروح معي، ما تروح، ما تروح، يلا اعطيني اللي عندك بسرعه. تبغى تضرب تصير الاخير؟ لا ما عندك شيء. تبغى لنا واحد بداله بسرعه، قال واحد بداله. لا بعمره، بعمره بسرعه. تفضل تفضل مشارك بسرعه بسرعه. تعال ابدا. يا حبي اللهم اغفر وارحم لابن باز وجميع المسلمين يا رب العالمين. تفضل. عزيز في مقامك والرحيم، لأن لديك ميراث الرسول، ومن ورث الهدى ورث المعالي وأورثهن جيلا بعد جيلي. مددت جسور ودك لليتامى وللمسكين والشاكي العليل، ووجهت الغني إلى عطاء ولم تبخل بنصحك للبخيل. كأنك هامة الجبل ارتفاعا وما وطئت يداه عن السهول، تنادي المسلمين إلى ائتلاف وتدعوهم إلى حلف الفضول، وترشدهم إلى كنز عظيم من الإسلام والمجد الأثيل. كتاب الله نورك في الدياجي وزادك في المبيت وفي المقيل. أرى أمي تخاطبني بدمع وفي نظراتها أثر الذهول. أمات الشيخ؟ قلت نعم، ولكن ممات الصاعدين بلا نزول. وتسأل ابنتي عما تراءى لها من ليل حسرتها الطويل، فقلت لها ابن باز غاب عنا غياب الحزن عن روض المحيل. صفقة صفقة الحبيب. الاسم صاحب القفاري. القفاري رزقك الله موتر سفاري. قول امين. كيف والله اول مره تجينا هنا؟ لا يا الله، وين الحين ما تطوعت؟ يا كفو ودينا مشاركه. طيب يلا. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا وارف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفع بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا وارف عظيم منازل الأصحاب. الآن أيها الأحبة، نبي ناخذ التقييم الأول. تجري وش اسمك؟ احنا يا تركي، تركي أحبك وأحب رضاك. وين؟ وش اسمك؟ حندرميح. حندرميح، أكيد إنك أخوك جهاد. أنت أخوك جهاد؟ والله هم نعم فيك. أجل جاينا برقية من أبو جهاد. طيب رايداوي انت معروف يا ولد اللي نشوف. اول مره تجي وانت اول مره تجي؟ ايوه. طيب حط مساعدين بسرعه يبدا المشاركه. يا رسول الله، يا نبي الله، صلى عليك الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا ربي صل عليه، يا ربي سلم، انزلت الوحي اليه، بيتكلم بيتكلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بقلوبنا نفدي وبأرواحنا نغلي وبسيوفنا نحمي، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله. تشكر 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 تشكر. اللي بعده يا رميح أبعطيك جائزة أبو جهاد. يلا واحد يا مكان.